والله احنا طلعنا من الساعه حوالي 6:30 من هنا الفجر، ولسه راجعين الساعه حوالي من شويه الساعه 7:30 كده. طبعا رحنا هناك كان اخر بهدله وقله ادب يعني وشتايم وكده. طبعا بابايا اعتقد ان المجرمين 13 12، تم اعتقاله طبعا، مسكينه مجموعه من المرسمين كانوا بيضربوه نزلوه حافي وكده. بس الحمد لله يعني احنا لقينا عناوينهم مرتفعه جدا الحمد لله، وبيصوموا بيقيموا الليل بيصلوا الصلاه وبيحفظوا القران وكده. ان شاء الله مهما عملنا احنا مكملين ومش خايفين باذن الله. النصر قريب جدا، مش هنيأس ان شاء الله غير لما ربنا يجي بالنصر باذن الله.